رائع وملحوظ أيضا. بروفيسور لامبا، ما أهم شيء يجب على المصابين مراعاته؟ كيف يمكنهم تخفيف آلام صداعهم؟ يتعلق الأمر بنمط الحياة الخاصة لكل شخص، والذي قد يترافق مع البعض بإجهاد كبير قد يتسبب في حالات خاصة بألم صداع نصفي. فيحاول المرء عندها تشغيل كل المناطق التي تعمل بشكل جيد في الدماغ ليعيش بطريقة متوازنة. لكنه تطبيقه في الحياة اليومية لإيجاد ما يخفف ألم صداع نصفي يعتبر أمرا صعبا جدا. قد يساعدني وجود دفتر أسجل فيه كل نوبة صداع تنتابني، فأتأمل أيام العمل التي سبقتها وعدد الاستراحات خلالها، أو أفكر في كمية الماء التي شربتها خلال تلك الفترة. لكن هذا لا يعني أن كل نوبات صداع النصفي لا يكمن سببها في الإرهاق، فقد تأتي بشكل مفاجئ تماما أيضا. الانتظام ونمط الحياة اليومية يساعدان على تخفيف ألم الصداع النصفي، لكن الكثيرين يلاحظون هجوم نوبات الصداع النصفي حينما لا يكون هناك إرهاق. عندها يكون السبب في اختلاف إيقاع النوم، وهذا كاف لإخلال التوازن في الدماغ المسؤول عن الصداع النصفي. وهذا يعني أن على مرضى الصداع النصفي أن يحافظوا على نمط حياة منتظم، لكن ما دور التغذية في حالة الصداع النصفي؟ هذا صحيح في حالة فردية، فكمية قليلة من الكحول قد تتسبب لدى بعض مرضى الصداع النصفي في نوبة صداع حادة لاحقا. لكن هناك مبالغة عموما بموضوع طريقة التغذية، فهناك مرضى لا يتجرؤون على تناول الجبنة أو الشوكولاتة أو غيرها. ماذا عن الرياضة أو تمارين الاسترخاء؟ هل تقدم حلا على المدى الطويل؟ هذا أمر مفيد للكثيرين، فالرياضة مرتين أسبوعيا لمدة نصف ساعة تجعل قياس النبض 120، وهذا يحمي من نوبات صداع النصفي، وهذا ينطبق أيضا على أساليب الاسترخاء. هذا يعني وجود أشياء كثيرة بسيطة ذات تأثير مدهش. والآن سننتقل إلى أسئلة المشاهدين. يعاني زميل المشاهد آكاش تيلر من الهند من صداع النصفي، مما يجعله يتناول الأدوية يوميا، وهو يسأل إن كان هذا ممكنا. يبدو أن هذا صداع نصفي خرج عن السيطرة. تناول مسكنات يومية قد يكون هو السبب، مما يتطلب التوقف الفوري عن ذلك وتناول أدوية وقائية. المقصود بالأدوية الوقائية تلك التي تخفف عدد النوبات، وهذا يعني أن بالإمكان استخدام مثل هذه الأدوية الوقائية عند فشل الأساليب الأخرى كالرياضة والاسترخاء والانتظام وغيرها. لدينا أدوية كثيرة لا علاقة لها بمسكنات الألم، بل إنها وسيلة لتنشيط الدورة الدموية كحاصرات بيتا مثلا، والتي أثبتت قدرتها على تخفيف نوبات صداع النصفي. لكن هذا يجب أن يتم تحت إشراف الطبيب. تماما، فهذا ما يجب وصفه بناء على التأثيرات الجانبية أو الأمراض المرافقة لدى المريض. يوجد اليوم أسلوب المعالجة عن طريق البوتوكس، والذي يستخدم لمعالجة التجاعيد، لكنه يفيد في الوقاية من الصداع النصفي أيضا. ما رأيك بذلك؟ كان لهذا تأثير بسيط لدى البعض، مما لا يستدعي كل هذه الضجة، ففائدته في بعض الحالات الفردية لا يعني حلا للمشكلة. للصداع النصفي علاقة باضطرابات الدورة الدموية، وكثيرا ما يقرأ المرء عن ارتفاع خطورة الإصابة بالسكتة الدماغية، هل هذا صحيح؟ هذا صحيح إحصائيا، لكن هناك عوامل الخطر الكلاسيكية كالتدخين وضغط الدم الذي يلعب دورا في هذا المجال. إذن لا داعي للخوف. نعم. شكرا بروفيسور لامبا على حضورك إلينا.